أثبتت المصادي على بإقناع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم لقائد المنتخب المغربي المهدي بن عطية لاعب يوفي الإيطالي. التقى رئيس الجامع بالمهدي بن عطية وأقنعه على ضرورية حضوره في المنتخب المغربي كقائد وكلاعب ومساند لوتنه المغربي. وكذلك أثبتت المصادر على أن المهدي بن عطية أول الحاضرين في مباراة مالي، والمغربي كذلك سيكون المنتخب المغربي في قواه الكامل بمرود الأسود الثعلبي هيرفي رينارين.